عشانك أنا مقتول، عشانك أنا مقتول. السودانيين ديل كلها فارغة، يرجع لك عربيين، عرب ما في، عربيين بالسودان ما في، ديل كلها فارغة. كان جنوب ولا شمال. عشانك يا وأنا سوداني عربي موطني أفريقيا. عشانك يا حلم جميل. أنا أفريقي طبعا، ما عندي صفة عربية يعني عشان أقول عربي. يا بلد ياني. أنا أفريقي، أنا سوداني أفريقي وليس بعربي يعني. يا ليل يا أني يا ليل. لكن إحنا أفارقة وعرب، الاثنين نتكلم اللغة العربية وأصلا أفريقي بحت يعني. يا بلدي يا حبوب أبويا الذي يعود. في انتماء يعني بنكون انهريتد موروث من ناحية بتاع الجينيتكس وكده من العربية، أصول عربية أكثر من الأفريقية، وإن كان بيكون في الأفريقية موجودة طبعا. There is Arab breathing and there is an African blood breathing together. All together they mix, they became what? They became Sudanese. And now we have divided Sudan into two. There are Sudanese in the Juba and there are Sudanese here. السودان يعتبر يعني قبل الانفصال سودان متمدد الأطراف، مترامي الأطراف، وبه أعراق وجنسيات وأديان مختلفة. وحصل الانفصال يوم 9 يوليو، والجانب الأفريقي اللي هو يعتبر دولة جنوب السودان انفصل. والسودان بيعتبر هو المعبر، ما زال هو المعبر ما بين العرب وما بين الأفارقة. يعني ليس انفصال الجنوب على السودان فأنه لا يكون متعدد، فنحن هنا ما زالوا الأفارقة يشكلون وجود حتى بعد الانفصال. We are Sudanese, a combination of Arab and Sudanese. So the identity as Sudanese. We have an Arab culture, an Arab religion with an African texture and some features and also some African culture. So at the very end, we are Sudanese. Our identity is as a Sudanese. We cannot deny our belonging to the Africans. At the same time, we cannot deny the realities and the facts that the linkage between us and the Arabs. فيبقى من هو السوداني؟ هل هو السوداني بلغته العربية وبثقافته العربية وبسحنته العربية الذي يسكن في أواسط السودان وفي كردفان وفي دارفور وفي بعض المناطق الأخرى، ولا هل هو الأفريقي الذي انضم إلى السودان السياسي بعد 1821 كقبائل النايلوتكس والقبائل الأخرى التي تسكن الجنوب كما حددت في الدستور في حدود 1/1/1956، أم هو الشخص البجاوي الذي يسكن في شرق السودان وله ثقافته وخصوصيته، أم هو الشخص الذي يسكن في جنوب النيل الأزرق أم في جنوب دارفور وهي قبائل ذات أصل أفريقي مثلا. The word Sudan just means a multiplication of black. In Arabic, Sudan is the multiplication of aswad, black. So, and that's all. I mean, the name Sudan doesn't carry much meaning. But the people of Sudan, as they mixed in the crucible
of this country. And that's why Sudan is called the microcosm of Africa. That is Africa in a miniature scale. I mean, Arabs, the Sudanese, the different Sudanese tribes, Nubians, Nilotics, Nubians of the north and Nuba of Central Sudan in Kordofan, and many, many other tribes. So Sudan is a mixture of all these people with the incoming tribes, either from Arabia or from Spain into West Africa or North Africa and across the desert into the Sudan. Sudan's ethnic and linguistic diversity has become one of the most complicated issues in the world. The country witnessed violence and civil strife even before its independence in 1956. Its recent escalation, however, has literally split the country into two, and further splits threaten Sudan. The reasons for this are numerous and, of course, complex, but one key culprit that needs a closer look into is the Afro-Arab identity crisis in the country. ربما تكون في أزمة لأنه الأزمة دي ما هي لها إيجابيات وسلبيات الهوية السودانية. الإيجابيات هي التعدد ونحن نخلق غالبا جميلا ما ليس موجودا في العالم. يعني هذا الغالب الموجود من تداخل في الأعراق والثقافات ليس له مثيل لأن هنالك تجد كل الأديان. ولكن التغيرات التي تحدث في العالم والذهاب إلى التكتلات وغيره ومطالبة بعض الفئات بأنهم هم مهمشين الأقليات فنبعت فكرة الانفصال دي تعتبر من السلبيات تحت الهوية السودانية لأن هنالك من يعتقدون بأنهم هم يعني أقليات ومهمشين وأشياء ذلك وهي التي قادت بالطبع إلى انفصال جنوب السودان رغم أنه انفصال جنوب السودان هي وراها مطامع أجنبية كما هو معروف وهي الانفصال لم يتم بإرادة الإرادة بتاع الجنوب والشمال إنما أمريكا تعاني حتى هسه حاليا تعاني من أزمة وهي تضطر إلى أن تجد لها دول تأخذ منها منفذة النفط وغيره. يعني والله يا أخي في أزمة في الهوية صح لأنه تجي بيقولوا لك يا أخي أصلا إنه السودان ده حق الجنوبيين تاني تجي تقولوا إنه السودان حق الفور تاني يقولوا السودان حق النوبة احنا ذاتنا ما عارفين السودان ده حق منو يعني بالضبط كده يعني اي حسم الهويه السودانيه بالذات للشمال نحن كشماليين الان احنا عرب بنسبه 98% مسلمين عرب ما في مشكله انا معتبر في الهويه لكن الناس هي خلقها مشكله انا ما عارف ليه لكن انا بفتكر انه حتى يعني حتى كان احنا كسودانيين في تعايش وانا عشت في مناطق فيها نموذج بتاع تعايش وما كان في مشكله بالنسبه للهويه سواء كان شماليين او جنوبيين أو شرقيين أو غربيين يا شرق السودان غرب السودان لكن المشكلة الأساسية أنا بفتكر هي هم السودانيين اللي ما قادرين يحددوا هويتهم. There is no identity crisis. Actually, this is just a question raised by some intellectuals as a ladder or as a shelf to put their problems. Our problem is the Sudan. In Sudan is a conflict over the natural resources, like what's going on in Darfur, and even in the east, and you see what they call it, the Jabhat al-Sharq or Eastern Front, and even the question between the borders, between the south and the north. It is not a question of identity, rather than a question of a conflict over the natural resources. According to the World Factbook, Sudan's total population is more than 36 million. Excluding the South's population. Sudan is formed by 52% Blacks, 39% Arabs, 6% Beja, 2% foreigners, and 1% of other ethnicities. السودان ده يتميز بأشياء. واحد القبلية. هو الوحدة تحت السياسة هنا ليست المدينة إنما هي القبيلة. ففي عدد من القبائل تراوحت بين العربية والمستعربة
والبجاوية والأفريقية والنوبية. لذلك تم اتفاق يعني أن هناك في أكثر من 572 قبيلة ده قبل الانفصال، وأكثر من 104 لهجة. البيجي الخرطوم مثلا بيكتسب بعد 20 سنة يكوير الكلشر بتاعة المجتمع بتاع الوسط، لكن مينلي في عدد من المميزات بتاعة الثقافات الموجودة. عندك ثقافة السودان ووسط السودان، وعندك إقليم السافنا اللي هو دي بتاع النايلوتيك، ده هسه في الجنوب ده ما موجود، لكن قد يكون الأشخاص اللي عاشوا في الشمال واكتسبوا الكلشر بتاعة الجنوب موجودين. لذلك الحدود السياسية قد تكون وهم يعني، لأنها مسألة متعلقة بـ how to think. فواحد قد يكون اكتسب مسائل أخرى. عندنا إقليم البيجة في شرق السودان، وعندنا الإقليم بتاع دارفور، دي يعني الصراعات الواردة فيه دي كلها اللي هي الصراع بين القبائل العربية وغير العربية، وده وعندنا جبال النوبة، وعندنا في الجنوب ذات منطقة الزاندي، ودي هسه هي انفصلت. The Arabs when they left Arabia, Muslim Arabs that is, and came here to this country, they mixed with the indigenous people of Sudan, starting by the northern part of Sudan, the Nuba, and they gradually they came up the River Nile, and as they proceeded south from the north, they met the various Sudanese peoples and tribes and mixed with them and intermarried with them and exchanged commerce and benefits and so on and so forth. The issue that should be tackled or addressed, it is not the question of identity rather than the question of the distribution of wealth. The question of the participation in power, the question of the distribution of the natural resources, rather than, so what if they consider me as a first class Arab citizen or a first class African citizen? What's the point of it? My point now here in the Sudan, my question is democracy and freedom and social justice, social equality, and sharing in power, sharing in wealth. That's my question. My question is not the identity. Sudan's recent history and strife have roots that go back deep in history. What is now northern Sudan was in ancient times the Kingdom of Nubia, which came under Egyptian rule after 2600 BC. An Egyptian and Nubian civilization called Kush flourished until 350 AD. Missionaries converted the region to Christianity in the 6th century. But then an influx of Muslim Arabs who had already conquered Egypt eventually controlled northern Sudan and replaced Christianity with Islam. During the 1500s, people called the Funj conquered much of Sudan, and several other black African groups settled in the south. Egyptians again conquered Sudan in 1874, and after Britain occupied Egypt in 1882, it took over Sudan in 1898, ruling the country in conjunction with Egypt. It was known as the Anglo-Egyptian Sudan between 1898 and 1955. المسكوت عنه في التاريخ السوداني، وانا دائما بقوله لانه التاريخ لا مجامله فيه، انه في فتره من الفترات اللي هي الفتره بتاعه ما قبل المهديه وفي اثناء المهديه حصل استرقاء كثير جدا جدا من قبل اهل الشمال، لكن دي كانت لغه هذا العصر فلا يمكن ان تحاسب بها الاجيال القادمه يعني. وفي الاسترقاء ده حصل نموذج لاجيال ما زالت عايشه في المجتمع السوداني يعني، وهي سودانية بالأصل وبالميلاد وبالثقافة وبالعرق وبأي شيء يعني. فالكلام اللي بيقولوا هم بيحاولوا الآن بقدر الإمكان يجدوا مرجعية فكرية إلى مسألة الكينونة الجديدة يعني، إلى أي مدى هي موجودة، علما بأنه أنا في رأيي الجنوب تشبع تماما الثقافة بتاعت الشمال. فإذا كان في انفصال سياسي نعم، لكن على مستوى الانفصال الثقافي أنا بقول لا، وإلا هم يبدوا a new march towards a new يعني identity. لكن هو يتحدث اللغة العربية ويتعامل بسلوك سوداني.